السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير سيجار معمر ناجح مليون بالمئة. كيجي رائع لذيذ مقرمش، أنا متأكدة إلا جربتوه بنفس الطريقة غادي ينجح معكم. وإلا عجبكم البنات ما تنساوش تخليوا لي شي تعليق زوين بحالكم. ودابا غنشوفوا المقادير مع طريقة تحضير. عندي 250 غرام ديال الكاوكاو مفسخ ومقلي ومطحون، سكر سنيدة حوالي 2 معالق صغار، وخلطة كتصنع من الدقيق والماء. كندير تقريبا نصف كأس ديال الدقيق وكنخلطها بالماء مزيان حتى ما كيبقاوش الحبيبات ديال الدقيق. والورقة انا صايبتها من قبل، ان شاء الله غندير لها فيديو خاص باش نوريكم كيفاش كتصايب، وقليل من القرفة. بسم الله على بركة الله، نضيف 2 معالق صغار ديال سكر سنيدة على الكاوكاو، ثم نضيف القرفة حوالي معلقة ونصف صغيرة، وندخل هاد المكونات مزيان في الكاوكاو، خاص مزيان يدخلو حتى ينسجمو. نبقى نبعك فيهم بهالطريقة كما كتشوفوا. ودابا غنستعملوا اليد، كنفضل اليد هي اللي غادي تمعكهم مزيان حسن من المعلقة. ونبقى نبعك فيهم بهالطريقة حتى نحس بدوك المكونات نسجموا مع بعضهم. ودابا غادي نشكل من هذا الخليط ديال الكاوكاو، غنشكل منه هذا الشكل على شكل سيجار. نعمله كامل بهالطريقة كما كتشوفوا. ودابا غادي ناخذ الورقة ديالي وغندهنها بقليل من الخليط اللي حضرت ديال الدقيق، ندهنها من جناب، ندهنها مزيان ونوضع فيها معجون الكاوكاو ونرد الاطراف على بعضهم بهالطريقه كما كتشوفوا، وندهن بالخليط خليط دقيق ونشكل على شكل سيجار. كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين كيف ما كتشوفوا رائع. ونعاود ثاني نوريكم حيده اخرى بهالطريقه كما كتشوفوا. ندهن الجناب مزيان بالخليط الدقيق ونوضع في الوسط معجون الكاوكاو. ونجمع الاطراف ونشكلها على شكل سيجار. ونستمر بهالطريقة حتى نكمل عجين الكاوكاو والوريقات اللي عندي كاملين شكلهم على شكل سيجار. كيجيو بهذا الشكل بعد ما كملتهم، كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيجي المنظر ديالهم زوين. ودابا غادي نقليهم في الزيت. انا وضعت في هذا المقلى الزيت حتى سخن مزيان، وغادي نبدا نقلي فيهم كيف ما كتشوفوا. نقليهم ونقلب بشوي بشوي باش ما يتحرقوش، ما تغفلوش عليهم، يعني كل مره قلبيهم راه يتحرقوا الا خليتيهم بزاف، كل مره قلبيهم حتى يحمروا عاد حيديهم. صافي وغنبقى نقابلهم بهالطريقه حتى نكمل القلي ديالهم.
كما قلت لكم راه كيجيو رائعين ومقرمشين، كيجيو زوينين بزاف. انا كنتمنى تجربوهم. ونستمر بهذه الطريقه حتى نكمل القلي ديال السيجار اللي عندي كامل. بعد ما تقلاو ضفتهم في العسل، غنضيفهم ونخليهم في العسل واحد 5 دقائق حتى يشربوا داك العسل مزيان. من بعد غادي نصفيهم ونديرهم في صفاي او شبكه حتى يتصفى العسل مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديال السيجار ديالي، كيجي رائع لذيذ مقرمش سهل. انا متاكده الا جربتوه بنفس الطريقه غادي ينجح معاكم، كيجي زوين بزاف، غير جربوها البنات. وما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك بالقناه وتفعيل ميزه الجرس، وتخليوا لي شي تعليق يكون زوين زوين بحالكم باش تدعموني وتشجعوني باش دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله.